كل شيء على سيدي ربي الحبيب. كل شيء الله لا يرحمنا في المطار. اللهم امين اخويا. الرا الرا. الرا المرا. الرا المرا. هانتوما كيما شفتوا اخوتي، الحارس بالنية والجواج بالنية، كل شيء على الله. السلام عليكم خوتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. المهم كيما كتشوفوا معنا هذا النهار إن شاء الله غنشاركوا معكم فيديو غادي نخصصوا لزراعة ديال البطاطا. كيما كتشوفوا يعني هذا هو الوقت ديال زراعة البطاطا، التالي ديال شهر واحد كيبداو الناس يزرعوا بطاطا في المنطقة ديال المهايا والنواحي المهايا بين فاس ومكناس. المهم اخوتي غنشاركوا معكم ان شاء الله المعلومات حصريا، ما كاين لا فبركه لا حتى شي حاجه، داكشي اللي كاين غنقولوا لكم وغنشاركوا معكم كلشي ان شاء الله بالتفاصيل. كاين الناس اللي كيزرعوا الزريعه المستورده ديال الخنشه، وكاينين الناس اللي كيزرعوا الزريعه يعني المعاوده يعني الزريعه ديال العام اللي فات. انتم اخوتي دابا البطاطا كتقسم هكايا يعني على حساب اللي كبيره كتقسم، والمويانه والرقيقه راه كتبقى. ها انتم كيما كتشوفوا ضروري تدير لها كويو باش كيقدم لها معاوده ثاني على حساب باش تقد الزريع. دابا كلشي غلا اخوتي، باطا دابا الريدولف دابا حاليا راه دايره 20 درهم 21 درهم للكيلو، باش جايه فرنساويه والهولنديه بجوج، راه كاين جوج ماركات، كاين الفرنساويه وكاين الهولنديه. الفرنساويه غاليه لقاش فيها باطا مويانه شويه، وهادشي اللي كاين. وما ماشي خوتي راه ولا تيخلع، واخا كي راه ولا تيخلع. شحال هادي كانت البطاطا كتجي للبيزانه، ما كانش دابا ولاو كيدخلوها ناس تجار كبار كيشريوها، ما كتعرف راسك شنو كتشري، واش كتشري بطاطا زريعه ولا كتشري بطاطا ديال الصندوق مخدومه بالرماد. المهم هادشي هذا راه ولا خوتي صراحه الله شي راه خصو يتاخذ بعين الاعتبار باش الناس يعرفوا راسهم شنو كيديروا. الراجل راه كيمسكين كيتكلف ويتسلف باش يشري الزريعه، ولكن في التالي كيلقى يعني تيلقى راسو شاري الزريعة بالثمن وما كاينش داك الطوناج اللي قالوا له وداك الشيء ما كاينش. وهذا هو الاشكال اللي راه حنا كنوقعوا فيه اليوم، وجميع خصوصا كتجي مساكن غير الفلاحه البسيطة. اما الفلاحه الكبار راه موفر لهم الظروف وعندهم ميزانيات وزيد وزيد. المهم انتم اخوتي كما كتشوفوا معنا دابا يعني ها هو مصطفى كيخطط والدراري راهم كيزرعوا، هو كيدير الخطوط. دابا هنا كتزرع بطاطا، فهمتوا كتزرع، دابا غيولي يفرقها بالسواكين غتزرع وكيولي يردم موراها. ها هي الجوجه الاخرى، هاد الجوجه هادي يعني الجوجه هما البهايم، الجوجه هادي يعني هذا كيردم موراها صافي. اللي خطو هذاك هذا كيولي يردم صافي، وكت هذيك الساعه ديال المهم هاد الارض هادي راه مزروعه بالساقيه ماشي قوتا قوت، انهم كيسقيو غير بالساقيه. وكما قلت لكم اخوتي يعني البطاطا راه انواع واشكال. المهم غنتكلم لكم على واحد النوع يعني النوع اللي مطلوب بزاف، النوع اللي مطلوب بزاف ديال البطاطا هو الريدولف. الريدولف يعني هي الماركه الغاليه كاع، يعني حاليا كدير من 19 درهم حتى 20 درهم حاليا. تنهضر لكم على هذا الشهر هذا يعني شهر 1 2023، يعني في هذه الاواخر ديالو في الثمن ديالها دابا حاليا وصل 400 قل 10 دريال 400 قل 20 على حسب كل واحد المهم الثمن اللي كاين. المهم من 20 درهم حتى 19 درهم فاصله 50 فرانك هذا هو الثمن ديالها. يعني هذه البطاطا هذه الا زرعت شي قطار ديال القوتا قوت مجهز ناضي كما قلنا ديال القوتا قوت زرعتيه، المهم يخصك ليه واحد القدر ديال جوج طون ونص ديال الزريعه، جوج طون ونص ديال الزريعه ديال هذا الريدولف. دائما حنا كنقول لكم يعني هذه الماركه هذه جوج طون ونص غطي عليك تقريبا بواحد الخمسة د الملايين، خمسة د الملايين يعني 50000 درهم غير الزريعه هذه. غتزيد عليها الصوائر وداك الشيء ما بين الحارش والدواء والسينتر الكوتا كوت وداك الشيء، المهم يعني داك الشيء كامل تقريبا خاصك واحد الخدمه خدامه اللي غادي يخدموا يا التبطان والتنوكير وداك الشيء. غتزاد عليك تقريبا واحد جوج ملايين اخرى ديال الصاير، غتولي عليك بسبعه د الملايين، يعني باش غيطيع عليك قطار ديال الكوتا كوت ديال البطاطا الريدولف. انا كنهضر على الريدولف، هاد الماركه
ديال الريدولف كما كتشوف هذا هو هنا الخط ديال الكوتاكوت بحال هكا غزرع قطار غيتقام عليك بعد المنايه بالخدمه ديالو بالحرض ديالو بالدواء ديالو بكل شيء ودائما خاص المقابله ديك الساعات راه غتبقى مقابل غير السقا والدواء ومين توجد راه غتبيع هي كتوجد يعني كتوجد بكري وكدير الطوناج راه الطوناج ديالها راه كتعطي واحد الطوناج خيالي تبارك الله داكشي علاش هي غاليه دائما غاليه وما يعني وفي البيع ديالها مقبوله مطلوبه للبيع لان اغلبيه الناس اللي كيزرعوا الريدولف كدار زريعه الناس كيديروها زريعه ما كتباعش يعني كيدخلوا الناس الفريغو وفي هذا الوقت ديال الزريعه كيوليو يبيعوها ب 6 دراهم 5 دراهم 5 دراهم ونص الكيلو وكيوليو يعني كتعاود هي في الخدمه يعني كتشريها دابا وعام اخر انا كنوريكم غير المعلومات باش تعرفوا لان كاين اللي ما عارفش هذه المعلومات كنتقاسمها معاكم داكشي علاش هي الثمن ديالها غالي فهمتوا اخوتي الناس اغلبيه ديال البيع والشرايه ملي كيشريو هذه الماركه ديال الريدولف كيدخلوا الفريغو يكون عندهم يعني الفلوس كيشريو بطاطا من عند الفلاحه كيدخلوها للفريغو تيخليوها له الوقت ديال الزريع وكيوليو يبيعوها بالكيلو لصحاب اصحاب الزريعه اللي غيوليو يزرعوا لقاش كتخدم هي جوج مرات شريتي هذا العام هاد في هاد الوقيته هذه غزرعها دابا وغتولي تبيع منها في الوقت ديال في الوقت الشتويه تولي تبيعها واش اخوتي يعني هاد القطار هذا باش يتقام عليك والبيع ديالها راه مقبوله يعني مطلوبه تبيعها في اي وقت بغيتي تبيعها يعني راه هي الاولى تبيعها وكاين انواع اخرى ديال البطاطا عاوتاني كاين ديزيري كان مانيتو كان ساريت هذوك الماركات المهم كنبداو من 7 دراهم واجي طالع حتى الاخر نوع هو هذا النوع هذا اللي قلت لكم هو الغالي كاع يعني قلت لكم هكا هذا هو الغالي وراه دائما كل وكل راه الا ما خدمتيش بصفه يعني بصفه عامه غنهضروا على الفلاحه اللي غادي يدير الفلاحه وما غيقابلش وما غيخدمش بلا ما يديرها بلا ما يضيع فلوسه بكل واقعيه الفلاحه كتبغي الخدمه الدمير كما تنقول ادمر الخدمه والمقابله والسقا والدواء وكل حاجه في الوقت ديالها الا ما غديرش هادشي اخويا ولا اختي يعني الناس اللي عندهم الغرض بالفلاحه بلا ما يضيع فلوسه وبلا ما يضيع وقته يشوف له شي حاجه اخرى بكل واقعيه هادشي راه ما كيبغيش تفليه لان الفلاحه الارض راه خصك تقابل وتمشي وتجي وتدور على الخطوط وتشوف الكوتورات وتشوف البصل اللي فيه السنتا كتسقى ولا ما كتسقاش بزاف الحوايج شي راه ماشي اللعب راه ماشي شي حاجه الكترونيه غادي ولا روبو غتبرك لا هادي راه ارض راه خصها المقابله راه خصك تشوف البلاصه جداري واش تقاصوا بشي مرض ولا شي حاجه دير لهم الدواء ديالهم تشوف شي كوتور ما كيقطرش خصك تريقلو تشوف السنتا ما مصاوبه خصك تقاددها وزيد المهم هو هادشي هذا راه كما تنقولوا من جد وجد ومن زرع حصد انت اخوتي وخلاص والطوناج ديال هاد الطوناج ديال القطار ديال الكوتاكوت مزروع بهذا الريدولف كما قلت لكم اخوتي راه كيعطي واحد الطوناج تبارك الله خيالي راه تيعطي من 60 طن حتى 70 طن حتى 75 طن يعني راه فيه الخير والبركه راه كيعطي تبارك الله الخير والبركه نتو اخوتي المهم انا كنشاركش معكم هذا النهار هذا النوع هذا ديال البطاطا غير باش تعرفوا شنو كاين وخلاص الزريعه راه كتشريوها عند الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال الادويه راه كاين اللي كيكون عندهم الكوطا كيجيبوا الزريعه من الخارج وكيبيعوها وكل واحد شنو كيزرع راه ما كنقول لكمش راه كاين شي انواع عاوتاني كيصدقوا في البلاد كاين شي انواع ديال البطاطا كيزرعوهم الناس يعني وكيصدقوا تبارك الله كيجي فيهم الخير والبركه وكل واحد شنو كيزرع على حساب القدره الشرائيه ديال بنادم ديال الفلاح يعني فلاحه وسطاء راه كيكون عندهم الارض كيزرعوا غير بالساقيه والفلاحه اللي تكون موفره لهم الارض بزاف وعندهم البير راه كيزرعوا بالكوتاكوت هذا هو الفرق شحال من واحد تيقول لك اخويا علاش الناس ما كيزرعوش الكوتاكوت اخوتي راه اللي عنده البير راه كيدير الكوتاكوت واللي ما عندوش البير مسكين راه ما كيديرش الكوتاكوت راه كيزرع غير بالساقيه فهمتوا غنطرق ان شاء الله وغادي نهضر لكم على الساقيه عاوتاني ودير بطاطا بالساقيه وشحال تقام عليك القطار وبشحال يمكن يعطيك ديال الطوناج والمعلومات كامله عاوتاني غتقاسمها معكم ان شاء الله في الفيديو المهم هانتوما اخوتي المهم هانتوما المعلومات كامله انا تشاركتها معكم ونتمنى ان يعجبكم اخوتي الفيديو دائما ما تبخلوش لنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد واللي بغى شي معلومه اخوتي مرحبا والف مرحبا الرياح اردو للطرف الرياح
تبارك الله سي عبد الحليم. الله يبارك فيك. عاش سيدنا. عاش الملك. عاش سيدنا. على واحد الاخ النوج مصيبه. يا العز. ودائما شعارنا واحد اخوتي الله الوطن الملك الحمد لله كنا مغاربه حتى النخاع اللهم لك الحمد كبير وصغير الحمد لله كنبغيو بلادنا ومن هذا المنبر هذا كنوجه التحيه للمغاربه اينما حلوا وارتحلوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن ومها انتم اخوتي كنشارك معكم كيفاش كتزرع بطاطا دابا راه مصطفى راه كيردم هنا نتوما تشوفوا يعني دايم دابا الكره كيرد رديم ها نتوما راه بطاطا شتي كيدوزوا فوسط الخط كدوز نص من النص من عاوتاني من غيجي منا غتكمل رديم ها نتوما شتي اخوتي شتي هذا هو الطريقه ديال الرديم اخوتي كما شفتوا معنا في هذه الاثناء هذه غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا ان شاء الله نتمنى ان يعجبكم ونتمنى تكون المعلومات وصلتكم يعني كما هي وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.